وتجسيدا لروح الأسرة الواحدة التي تجمع المؤسسة الأمنية، واصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح جولاته التفقدية لمختلف القطاعات الأمنية لتحديث دور العمل الأمني وتفعيل أدائه. نعم، حيث قام الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح بجولة تفقدية إلى الحدود الشمالية، تضمنت زيارة قطاع العبدلي واثنين من المراكز الحدودية التابعة له. وصل معاليه منفذ العبدلي يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد والفريق متقاعد الشيخ أحمد الخليفة الصباح، حيث كان في استقبالهما الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ بالإنابة اللواء خالد الصقعبي والوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود البرية بالإنابة اللواء فؤاد الأثري ومدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف وعدد من القيادات الميدانية العاملين بالقطاعات المختلفة. وقد استهل معاليه جولته بلقاء رجال الإدارة العامة للجمارك واستمع إلى إيجاز كامل عن نظام العمل والأجهزة الحديثة التي تم إدخالها الخدمة ومدى كفاءتها على الرصد واكتشاف الممنوعات وإحصاءات الدخول والخروج والجهود المبذولة في عمليات كشف التهريب. ثم تفقد معاليه منفذ العبدلي واستمع إلى شرح مفصل عن مشروع منفذ العبدلي والذي يضم خدمات وزارة الداخلية في مخفر للشرطة والمنفذ الحدودي والإدارة العامة للجمارك والذي زود بأحدث التجهيزات لتسهيل حركة الدخول والخروج وإجراءات السيطرة ضمن الخطة الموضوعة لتأمين المنطقة. ثم انتقل معاليه وتفقد أقسام مركز المزارع واطلع على وحداته والمهام الأمنية المنوطة بها، خاصة في مجال المراقبة المتطورة والكاميرات الحرارية التي تستخدم للمراقبة الليلية بشكل بالغ الدقة والتقنيات المستخدمة، بما يساند جهود وأداء رجال أمن الحدود. ثم انتقل معاليه إلى مركز العزمية حيث التقى بأبنائه وأخوانه رجال قطاع أمن الحدود واستمع معاليه إلى شرح تفصيلي عن الخطط بشأن تأمين المنطقة الحدودية والإجراءات الأمنية الفعلية المتخذة حاليا، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والمعمول بها على مدار الساعة ومدى جاهزيتها في التعامل مع كل الأحداث الطارئة وفق الرؤية الاستراتيجية الأمنية الشاملة. وتفقد معاليه البوابات المتقدمة للدخول والخروج ومنشآت منفذ العبدلي الحدودي واطلع على الخطط التأمينية المتبعة في هذا الشأن. وثمن معاليه جهود رجال الأمن وجاهزيتهم وشجاعتهم وسرعتهم في الاستجابة لمواجهة أي طارئ، مؤكدا أنهم سور ودرع الوطن ومصدر فخر واعتزاز لأهل الكويت.